السرطان بمس بحياة الكتار، تارك وراء أثر من الألم والصراع، ولكن هناك أمل، وهو بياخد شكل صندوق دعم السرطان CSF بمعهد نايف باسيل للسرطان التابع للمركز الطبي بالجامعة الأمريكية ببيروت. صندوق دعم السرطان CSF بمعهد نايف باسيل للسرطان التابع للجامعة الأمريكية ببيروت هو مبادرة خيرية بتهدف إلى زيادة الوعي العام بالسرطان وتقديم الدعم للمرضى المحرومين بالشرق الأوسط. مشروع صندوق دعم مرضى السرطان Cancer Support Fund مش بس عم يلعب دور لمحاربة السرطان، عم بيلعب دور لبقاء الأطباء بلبنان، عم بيلعب دور لبقاء المرضى بلبنان، وعم بيلعب دور كمان للمحافظة للبنان على مركزه الرائد في معالجة السرطان وفي كل القطاع الصحي بلبنان وبالمنطقة العربية وبالعالم. معدلات الإصابة بالسرطان بالمنطقة عم تتزايد، حيث بيتم تشخيص 11,000 حالة جديدة سنوياً بلبنان وحده. وفقاً لوزارة الصحة العامة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية، ارتفع معدل الإصابة بالسرطان بلبنان من 191 لكل 100,000 بالعام 2003 إلى 284 لكل 100,000 بالعام 2018. الكانسر سابورت فاند اليوم هو جزء أساسي ومهم وارتكازنا عليه لمساعدة المرضى وأهليهم لتأمين الأدوية، كانت حبوب ولا علاجات مناعية بالمصل أو حتى تكلفة الاستشفاء ببعض الأوقات. فهو جزء مهم منه لحاله، ولكن بدونه ما فينا نكمل. بالعام الماضي دعم الـ CSF 600 مريض تتراوح أعمارهم بين 18 و 88 سنة، بإجمالي 1068 مريض و 3750 لقاءات بالمستشفى منذ إنشاء الصندوق عام 2019. وبتقدر تتراوح تكاليف العلاج لهؤلاء المرضى من 10,000 دولار إلى 100,000 دولار اعتماداً على نوع ومرحلة السرطان، وبيقوم صندوق CSF بصرف الأموال بناءً على أهلية المريض وتوافر الأموال. في مرضى ما عم يقدروا يدفعوا فروقات علاجهم، يعني في حسب مثل ما عم قلك حسب الجهة الضامنة، في جهات ضامنة بتغطي المريض 100%، في جهات ضامنة بتغطي جزء من معين من العلاج. هون أساس هيدا الفند بلس في عنا تقريبا حوالي 15-20% private patients، يعني هن مرضى ما عندهم ولا أي جهة بتغطيهم، كمان هودي الأشخاص عم يتغطوا أو عم يتساعدوا بهيدا الفند. السرطان بيقدر يأثر على أي شخص بغض النظر عن العمر أو الصحة. من هون بيلتزم صندوق دعم السرطان CSF بتقديم الدعم لجميع مرضى السرطان البالغين برحلتهم. وإنتوا كمان فيكن تساعدوا أيضاً بإحداث فرق بحياة أشخاص عم بيواجهوا تحديات السرطان وتجيبوا الأمل والراحة للمحتاجين.